اليابان تحيي الذكرى 20 للزلزال الذي ضرب مدينة كوب وضواحيها شرقي البلاد، وقد أشعلت الشموع وأقيمت الصلوات الصامتة ترحما على الضحايا الذين فاق عددهم 6400 شخص، وتركت الحادثة آثارا أليمة لدى الناجين. الوقت توقف بالنسبة لي، وذكرى 20 عاما والتي جمدت داخل قلبي، ومهما مر من الوقت فإنها لن تتبدد، يقول هذا الشيخ المسن. أكثر من 130 مليار دولار أنفقت على إعادة البناء خلال 20 سنة، وعاد السكان إلى العيش في المدينة بعدما شهدت نزوحا كبيرا إثر الزلزال القوي الذي دمر معظم المدينة والذي وصلت قوته إلى 7.3 درجة على سلم ريشتر. I don't know.